السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال. ان شاء الله هكلمكم النهاردة كده مقدمة صغيرة على الهيستولوجي، وهناخد بعض الكلمات كميديكال تيرمينولوجي، يعني بعض المسميات اللي هتساعدنا كتير جدا جدا طول ما احنا ماشيين في المنهج مع بعض بإذن الله. قبل ما نبدأ لازم تعرف يعني ايه اصلا كلمة هيستولوجي. اول حاجة كلمة هيستو يعني تشو، وكلمة تشو يعني نسيج. فجسم الانسان يا دكاترة عبارة عن مجموعة من الانسجة. الوحدة البنائية لجسم الانسان هي الخلية الصغيرة اللي هي اسمها السل. فمجموعة من الخلايا دكاترة هيتجمعوا مع بعض يعملوا لي ايه؟ يعملوا لي تشوز. فبالتالي العلم اللي بيدرس فيه الخلية وبندرس فيه الانسجة على بعضها ده اسمه هيستولوجي. يبقى كلمة هيستولوجي هو علم دراسة الانسجة والخلايا، تمام؟ طيب، وانت ماشي طول ما انت ماشي في الطب سنة اولى وتانية لغاية سنة خمسة ان شاء الله، لازم تعرف انت اصلا بتاخد التخصص ده ليه، انت بتاخد الفرع ده ليه، انت بتاخد البرانش ده ليه، ده هيفيدك في ايه. اول حاجة عشان تقدر تذاكر بعد كده، مثلا ان شاء الله تتخرج وتبقى مثلا جراح، عشان تبقى جراح شاطر لازم تكون عارف المرض كويس عشان تقدر تشيله جراحة، وعشان تعرف المرض لازم تكون عارف النورمال. النورمال ده اللي هو الطبيعي. يبقى انا عشان اعرف ان حصل مثلا ان حصل خلل في الخلية دي، ما انا لازم اعرف النورمال بتاع الخلية. يبقى انا هدرس هنا يا دكاترة النورمال. يعني ايه النورمال؟ النورمال ده اللي هو الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه. يبقى ربنا خلقنا في احسن تقويم، ربنا خلقنا في احسن حالة، ربنا خالق الخلايا بتاعتنا صحية 100%. ممكن يجي فيروس، ممكن يجي بكتيريا، ممكن يجي طفيل، ممكن يجي سرطان، ممكن يجي انجري اصابة وتعمل خلل في هذه الخلية، تقوم متحولة الهيستولوجي الى مادة تانية اسمها باثولوجي. يبقى كلمة باثولوجي هو الخلل في الهيستولوجي. يبقى الهيستولوجي هو دراسة النورمال، عكسه او لما يحصل فيه خلل تتحول الى ايه؟ تتحول الى باثولوجي. والباثولوجي هيقلب بمرض، والمرض ده محتاج دكتور بطنة او دكتور جراحة او دكتور عيون او دكتور انف واذن وحنجرة وهكذا. يبقى انت بتاخدها بالتدريج كده. اول حاجة بناخد الاساسي الهيستولوجي، وبعد شوية هناخد الباثولوجي، وبعد شوية في سنة تالتة ورابعة وخمسة هتاخد الحاجات التانية. يبقى احنا هناخد بالتدريج كده، اول حاجة هناخد الهيستولوجي، وبعد كده هيقلب بباثولوجي اللي هو الامراض، وبعد ما يحصل المرض هتروح لدكتور بطنة او جراحة يشخصك ويعالجك ويديك الدواء بتاعك او يعمل لك عملية. فانت لازم تكون مركز كويس جدا من اول سنة اولى، عشان كل المعلومات الجاية في السنين الجاية بتعتمد على البيزكس بتاعتك في سنة اولى. طيب، يبقى الهيستولوجي هو الساينس، هو الدراسة، تمام، هو العلم اللي بندرس فيه ايه بقى يا دكاترة؟ الاستراكشر. يعني ايه الاستراكشر؟ يعني الشكل او التكوين او التركيب بتاع مين يا دكاترة؟ بتاع السيلز او التشوز، الخلايا والانسجة. طيب، الخلايا والانسجة دول، الخلية دي حاجة صغيرة جدا، فالحاجة الصغيرة دي عشان تقدر تشوفها لازم حاجة كبيرة تكبرها. ايه الجهاز الكبير اللي تقدر تشوف به الخلايا؟ هو الميكروسكوب. يبقى الميكروسكوب هو الأداة اللي احنا بنستخدمها
علشان نقدر نكبر بيها الخلية كتير جدا. ممكن نكبرها 100 مرة، ممكن نكبرها 400 مرة، ممكن نكبرها 1000 مرة، ممكن نكبرها 50,000 مرة، ممكن نكبرها 1,000,000 مرة. يعني احنا الخلية الصغيرة دي ممكن نشوف فيها كل التفاصيل بتاعتها. جميل. عن طريق جهاز اسمه ايه؟ عن طريق الميكروسكوب. يبقى العلم اللي بيدرس اللي بندرس بيه الخلايا والانسجة عن طريق الميكروسكوب هو علم الهيستولوجي. ماشي. طيب احنا ليه بندرس الهيستولوجي؟ Why do we study histology؟ احنا ليه بندرس الهيستولوجي؟ واحد، احنا لسه قايلين علشان نشوف تركيب الخلايا تحت الميكروسكوب. حلو. يبقى علشان نشوف الميكروسكوبك ستراكشر، عشان نشوف التركيب بتاعها تحت الميكروسكوب، يبقى study للميكروسكوبك ستراكشر. هنشوف التركيب تحت الميكروسكوب بتاع مين؟ الخلايا والانسجة. ماشي. طب انا يا دكتور شفت الخلية وعرفت المكونات بتاعتها، جميل، هستفيد ايه؟ يعني انتوا مثلا هتشوف حاجات صغيرة قوي ودقيقة قوي، تقول ده انتوا دكاترة قاعدين تبصوا قاعدين تبرقوا قوي في الحاجات. اشمعنى يعني ليه؟ ما احنا بنشوف كل التفاصيل دي يا دكاترة علشان بتربط الاستراكشر بالفانكشن. مش فاهم يا دكتور يعني ايه؟ بص يا سيدي، احنا مثلا درسنا خلية، ادي الخلية اهي، ولقينا الخلية دي مثلا جواها ميتوكوندريا كتيرة قوي، دي كلها ميتوكوندريا اهي، ودي خلية تانية جواها ميتوكوندريا واحدة مثلا. حلو. يبقى انا عندي خليتين هم، واحدة فيها ميتوكوندريا كتيرة وواحدة فيها ميتوكوندريا قليلة. واضح الفرق ما بينهم. طب ايه وظيفة الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا دي بتنتج طاقة، بتطلع انرجي. يبقى انا من دراستي للستراكشر بتاع هذه الخلية، مين هيطلع طاقة اكتر؟ اللي فيه ميتوكوندريا اكتر. اما هنا دي خليه خامله مش نشيطه، نوت اكتف. ليه؟ عشان عندها ميتوكوندريا قليله. يبقى انا لما درست الاستراكشر بتاع الخليه عرفت الفانكشن بتاعتها. مثال تاني، خليه فيها رايبوزومز كتيره، النقط الحمراء دي مثلا دي نقط الرايبوزومز، اسمها ايه؟ رايبوزومز. الرايبوزومز دي هي مصنع البروتين، وهنا في رايبوزوم اهو. الله، ده الخليه دي مليانه رايبوزومز كتيره، يبقى بتطلع بروتين كتير. طب هنا رايبوزوم قليل، بتطلع بروتين قليل. يبقى انا عرفت وظيفه الخليه من الاستراكشر بتاعها. يبقى انا كورليت. كلمه كورليت يعني بيربط. بنربط ايه بايه بقى؟ بنربط الاستراكشر اللي احنا شفناه بالوظيفة بتاعت الخلايا. طيب لما عرفت الاستراكشر وعرفت الوظيفة، لو حصل فيهم خلل هفهم ايه؟ هفهم الباثولوجي. يعني لو حصل خلل في هذه الخلية، ما عادش فيها ميتوكوندريا، يبقى ما عادتش بتطلع طاقة، يبقى الخلية دي هتبقى غير نشيطة، هتبقى خاملة وممكن تموت. الخلية دي بتصنع بروتين، بتصنع هرمون، بتصنع مواد معينة، فخلاص ما عادتش فيها رايبوزومز، ما عادتش بتصنع، فبالتالي هيحصل فيها خلل. والخلل ده يا دكاترة هنسميه ايه؟ هنسميه باثولوجي. باثولوجي اوف ديزيزز، كلمة ديزيزز يعني الامراض. يبقى الباثولوجي ده هينتج عنه مرض. يبقى انا لازم افهم هيستولوجي كويس جدا عشان اعرف اشوف الفانكشن كويس جدا، عشان اعرف بعد كده لما ناخد الباثولوجي، لما يحصل خلل فتتحول من هيستولوجي الى باثولوجي. تمام. يبقى دول الثلاث حاجات اللي احنا بنعملهم علشان نقدر نشوف بيهم وظيفة الهيستولوجي. طيب هيومن بادي فورميشن، احنا قلنا دلوقتي
ان الانسان بيتكون من خلايا. الخليه دي هي الاستراكشرال يونت. يعني ايه استراكشرال يونت؟ هي الوحده البنائيه تمام لجسم الانسان. يعني الجسم بتاع الانسان اصغر حاجه فيه هي الخلايا. شويه خلايا مع بعض هيتجمعوا يعملوا لي تيشو. تيشو ده اللي هو الايه؟ النسيج. طيب شويه تيشوز مع بعض تعمل لي اورجان. الاورجان ده اللي هو العضو تمام. زي مثلا اللي قدامنا ده، ده اللي قدامنا ده اللي هو ايه؟ دي اللي هي اسمها اللونج. لونجز دي اللي هي الرئه اللي بتساعدنا على التنفس. دي الرئتين اللي موجودين عندنا في القفص الصدري اللي بيساعدونا على التنفس. وعايزك تكتب كلمة تنفس كده احفظها بالمرة، اسمها respiration. يبقى اللونج دي وظيفتها ايه؟ respiration. يعني ايه لونج؟ رئة. وظيفتها ايه؟ تنفس. يعني ايه تنفس؟ respiration. حلو. طب اللونج دي هل الجهاز التنفسي لونج بس؟ لا، ده في المناخير وفي القصبة الهوائية وفي الشعب الهوائية وفي الرئتين وفي الحويصلات الهوائية، في حاجات كتيرة. يبقى الأورجانز دي أورجان وأورجان وأورجان، هيقوم عاملين لي إيه بقى؟ هيقوم عاملين لي سيستم اللي هو الجهاز التنفسي كله على بعضه. يبقى أصغر حاجة يا دكاترة هي السل، تتجمع مع بعض تعمل تيشو. تيشوز تتجمع مع بعض تعمل أورجان، والأورجانز تتجمع مع بعض تعمل سيستم. ودينا مثال زي اللونجز اللي هي الرئة اللي وظيفتها التنفس. يعني ايه تنفس؟ respiration. يعني ايه تنفس؟ respiration. حلو. بعد كده زي ما احنا قلنا علشان نكبر الخلية دي لازم نستخدم اداة اسمها ايه؟ مايكروسكوب. عندنا في الهيستولوجي انواع كتير جدا من المايكروسكوب. اللي يهمنا منهم بس طول فترة دراستنا في سنة اولى وفي سنة تانية هما نوعين من الميكروسكوب تمام. يبقى الميكروسكوب هو الأداة اللي احنا بنستخدمها علشان نكبر بيها تمام. يبقى الميكروسكوب ده هو الانسترومنت، هو الأداة اللي بنستخدمها عشان نكبر. كلمة نكبر يعني ايه؟ كلمة نكبر يعني ماجنيفاي، جاية من كلمة ماجنيفيكيشن، تكبير. كلمة ماجنيفيكيشن يعني أكبر، تكبير. يبقى وظيفة الميكروسكوب إن هو بيعمل ماجنيفيكيشن. ماجنيفيكيشن يعني إيه ماجنيفيكيشن؟ يعني تكبير. طيب بص يا دكتور، أنا ممكن أعمل زوم قوي. لو أنت بتصور بكاميرتك مثلا وبتعمل زوم قوي 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 على حاجة بعيدة وتكبر تكبر تكبر، تلاقي الصورة بكسلت، تلاقي الصورة ما عادتش ظاهرة، تلاقي الصورة ما عادتش واضحة. هل الميكروسكوب وظيفته كده بس ان هو يكبر والصورة ما تبقاش واضحة؟ لا، لازم كمان يبين الفاين ديتيلز، يعني يكبر ويبين التفاصيل من غير ما الصورة تبوظ. دي مهمة جدا. يبقى هو ماجنيفاي ذا ايمج، يكبر الصورة ويبين. ريفيل يعني يوضح تمام. فاين ديتيلز، التفاصيل الدقيقة الصغيرة، عشان اقدر اشوف الخلية ومحتويات الخلية من جوه. يبقى انا عندي وظيفتين للميكروسكوب، واحد ماجنيفيكيشن يكبر، اتنين ان هو يريفيل الفاين ديتيلز او يشو الفاين ديتيلز او يوضح الفاين ديتيلز اللي هي التفاصيل الصغيرة. يبقى ده الميكروسكوب. طيب انا قلت لك دلوقتي ان في نوعين من الميكروسكوب مهمين جدا جدا جدا. نوع اسمه لايت مايكروسكوب، والنوع التاني اسمه الكترون مايكروسكوب. عندنا كام نوع؟ اتنين، لايت مايكروسكوب والكترون مايكروسكوب. يعني ايه لايت ويعني ايه الكترون؟ كلمة لايت مايكروسكوب يعني الميكروسكوب الضوئي، أما الإلكترون مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الإلكتروني. إلكترون مايكروسكوب
يبقى انا عندي لايت مايكروسكوب والكترون مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب بيبقى فيه هنا يا دكاتره لمبه، يبقى فيه سورس اوف لايت، عشان كده اسمه لايت مايكروسكوب. اما الالكترون مايكروسكوب بص كده عليه هتلاقيه جهاز كبير كده بتحطه في اوضه كبيره كده، مش بتشيله وتروح بيه رايح جاي وكده، لا حتى في الكليه انت بتستخدم اللايت مايكروسكوب. عشان كده اللايت مايكروسكوب بنسميه اسم تاني اللي هو الستيودنت مايكروسكوب، اللي هو بتاع الطالب وبتاع برضو المعيد او المدرس المساعد، احنا بنستخدم برضو اللايت مايكروسكوب في فحص العينات وهكذا، عشان نشوف الهيستولوجي والباثولوجي والمايكروبيولوجي والباراسايتولوجي، كل المواد دي بتستخدم لايت مايكروسكوب. اما في الهيستولوجي لازم نركز على الالكترون مايكروسكوب، يعني لازم هتاخد معلومات عن الالكترون مايكروسكوب بتاع كل موضوع هتاخده. اي موضوع هناخده في الهيستولوجي لازم تعلق على النقطتين دول، اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. مين فيهم اقوى؟ طبيعي الالكترون ده اكبر بكتير وبيوضح اكتر بكتير، اما اللايت مايكروسكوب اقل شويه. تمام؟ طيب اللايت مايكروسكوب بيكبر 40 مرة و100 مرة و400 مرة و1000 مرة، اخره 1000 مرة. اما الالكترون مايكروسكوب بيكبر من 50,000 الممكن مليون مرة. يبقى مين بيكبر اكتر؟ الالكترون مايكروسكوب. مين اخره 1000 مرة؟ اللايت مايكروسكوب. تمام؟ عايزك تزود بس كلمة صغيرة كمان، ان اللايت مايكروسكوب ده دكاترة الميكروسكوب اللي احنا بنبص فيه في الكلية او بيبقى معانا في المعمل وكده، لازم العينة اللي انت بتشوفها او الخلية اللي انت بتشوفها او النسيج اللي انت بتشوفه لازم يبقى مسبوغ. لازم يبقى ايه؟ مسبوغ بصبغة ملونة، بيبقى فيه لون. اللايت مايكروسكوب بيبقى فيه لون، بشوف النسيج ملون ازرق احمر اورنج وهكذا. اما الالكترون مايكروسكوب بيوري لي الحاجه ابيض واسود بس كبيره جدا، بيوريها لي ايه؟ ابيض واسود بس كبيره جدا. يبقى ممكن اقول لك قول لي يا دكتور فرقين ما بين اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب، هتقول لي اللايت مايكروسكوب اخره 1000 مره وبيبين الحاجه المسبوغه بالالوان، اما الالكترون مايكروسكوب بيبدا من 50,000 مره فيما فوق وبيبين لي الحاجه بلاك اند وايت، ابيض واسود. دول فرقين لازم تبقى حاططهم في بالك طول ما انت ماشي في المنهج. يبقى لو جالي صوره في الامتحان ابيض واسود تبقى دي بالالكترون مايكروسكوب، جالي صوره في الامتحان ملونه تبقى دي باللايت مايكروسكوب. حلو ماشي. طب تعالى على الالكترون، عندي منه نوعين، يبقى احنا قلنا فيه نوعين اساسيين، الكترون مايكروسكوب ولايت مايكروسكوب. طب الالكترون في منه نوعين، في نوع اسمه سكاننج الكترون مايكروسكوب وفي نوع اسمه ترانسميشن. كلمة سكاننج سكان زي كأنك بتصور حاجة من بره كده، أما ترانسميشن يعني انتقال، يعني توغل ينتشر. يبقى فيه سكاننج وترانسميشن الكترون مايكروسكوب، ايه الفرق ما بينهم؟ الترانسميشن بيدخل جوه الخليه ويصور كل المحتويات من جوه، تمام؟ يبقى الترانسميشن ده بيصور من جوه بالتفصيل، اما السكاننج بياخد صوره من بره زي ما انت شايف هنا الصوره، صوره الخليه من بره، بيدي صوره 3 دي كده للخليه من بره. يبقى انا عندي قول لي يا دكتور نوعين من الميكروسكوبات، عارف ان في لايت والكترون، طب قول لي انواع الالكترون، عندي في سكاننج وترانسميشن، طب مين اللي يدي صوره 3 دي من بره؟ السكاننج. طب مين يصور من جوه النواه والخليه وتفاصيلها والعضيات بتاعتها؟ الترانسميشن الكترون مايكروسكوب. يبقى انا عندي نوعين من الميكروسكوبس، تمام؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي لايت مايكروسكوب والكترون مايكروسكوب، والفرق ايه؟ والفرق ما بين احنا كده
خلصنا المقدمة، مقدمة صغيرة كده على الهيستولوجي. يعني ايه هيستولوجي؟ ليه بندرسه؟ إيه تكوين الجسم بيتكون من ايه؟ وايه انواع الميكروسكوبس اللي هتقابلنا ان شاء الله خلال المنهج باذن الله؟ لايت ميكروسكوب والكترون مايكروسكوب. ان شاء الله الفيديو الجاي هكمل معاكم بقى اهم الترمس او اهم المسميات اللي هناخدها في الهيستولوجي باذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.